بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا شهر رمضان، الشهر العظيم، الشهر الكريم، شهر الحسنات، شهر رفع الدرجات، شهر ينتظره الإنسان المؤمن، يحب أن يعيش حتى يبلغه. وكانوا يدعون قبله: اللهم بلغنا رمضان. يخافون أن يموتوا قبله فيضيع عليهم عمل عظيم يعملونه في هذا الشهر الكريم. وها هو الشهر قد جاء، شهر فرض الله عز وجل صيامه، وسن النبي صلوات الله وسلامه عليه قيامه، وعمل المؤمنون بما فرضه الله وبما سنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم نتيجته وغايته تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. وخلق العباد للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. خلقهم الله لعبادته، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة بالمعنى الأشمل الأعم، كل ما تقوله أو تفعله أو تنويه فتجعله لله سبحانه تبارك وتعالى بما شرعه الله سبحانه، تتعبد لله بذلك. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تتقرب إلى الله سبحانه بالصلاة، بالصوم، بالزكاة، بالحج، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بذكره سبحانه
بالتسبيح، بالتحميد، بالتهليل، بالتكبير، بالاستغفار، بقراءة القرآن، بمذاكرة العلم الشرعي، تتقرب إلى الله بالعلم، تتقرب إلى الله بالعمل، تتقرب إلى الله بحسن النية والإخلاص، لعلكم تتقون. تتقون معاصي الله فلا تقعون فيها، تتقون غضب الله فلا تغضبوا ربكم سبحانه تبارك وتعالى في رمضان ولا في غيره. كتب عليكم، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب على الأمم السابقة من عهد نوح وبعده، كتب على الخلق أن يصوموا لله، فصام منهم من صام وأدى العبادة كما أراد الله فكان له أجره، واتقوا ربهم سبحانه فأدلوا على ذلك. وكذلك أنتم، فرض عليكم الصيام لعلكم تتقون، لعلكم تتقون المعاصي فلا تقعون فيها، لعلكم تتقون أن تغضبوا ربكم فتفعلون كل ما أمركم سبحانه وتنتهون عما نهاكم عنه سبحانه. الصيام عبادة، سر بين العبد وبين ربه، ولذلك في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسخ، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده صلوات الله وسلامه عليه: لخلوف فم أحدكم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ما أجمل هذا، ما أعظم أن تصوم لله سبحانه تبتغي رضا الله سبحانه، ما أعظم أن تتشبه بملائكة الله الذين لا يأكلون ولا يشربون، ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تصوم فتتشبه بملائكة الله سبحانه، من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس. هذا الصيام تمتنع فيه عن الطعام، عن الشراب، عن الشهوة، تخلص فيه لله سبحانه تبارك وتعالى. إمساك عن الطعام والشراب والشهوة من إنسان مسلم بالغ عاقل قادر يمسك بنية. فإذا كانت امرأة شرط أن لا تكون حائضا ولا نفساء، أي أن تكون طاهرة من الحيض ومن النساء، فيصح الصوم من هؤلاء. ويستحب تعويد الأطفال عليه إذا أطاقوا في سن 7 سنوات 8 سنوات بحسب ما يطيقون. وكان الصحابة يعودون أولادهم على الصوم، فكانت ربيع بنت معوذ تقول: كنا نصنع لهم اللعبة من العهن حتى يصوموا، فإذا صاموا وإذا جاعوا وبكوا أعطيناهم اللعبة نلهيهم بها، يعني عن الطعام، حتى يفطروا مع الناس عند الغروب. تصوم وتعود أولادك أن يصوموا في هذا الشهر العظيم، تصلون وتأتون بيوت الله سبحانه، وتجتمعون مع حلقات العلم وحلقات ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، حلقات القرآن التي تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتغشاها من الله الرحمة، ويذكر الله عز وجل أهلها عنده. ما أجمل ذلك،
أن تجتمعوا في بيوت الله سبحانه تذكرون الله تتلون آياته حتى ينالكم الحظ الأعظم من فضل الله ومن رحمته سبحانه. تصومون، وقد يرى الإنسان الصيام في الصيف صعبا وطويلا، والله يمتحن العباد، والله يهون على عباده سبحانه تبارك وتعالى. ألم يقل لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت تأخذ بالأسباب والله عز وجل يعينك سبحانه. كذلك في صلاتك، في صيامك، في كل أعمالك خذ بالأسباب، تري ربك من نفسك الطاعة ويأتيك من الله المعونة. ينزل الله عز وجل الصبر على قدر البلاء، وينزل المعونة على قدر المؤونة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أنت تنوي من الليل: إني صائم غدا، وتمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، ويقدرك الله سبحانه تبارك وتعالى. تقدر إن جعت تذكرت الموقف العظيم الطويل يوم القيامة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لا طعام فيه ولا شراب، يوم طويل، يوم حار حار، تدنو الشمس فيه من الرؤوس. الشمس الآن على بعد عظيم من الأرض يجاوز 150,000,000,000 من الأميال. هذه الشمس الذي تبلغ درجة حرارتها على الأرض في الصحراء قد تتجاوز 50 درجة. هذه الشمس البعيدة منا يصل شعاعها إلينا في 8 دقائق. هذه الشمس كيف إذا اقتربت أكثر من ذلك؟ هل تطيقها؟ فإذا اقتربت من الرؤوس فكانت فوق رأس أحدنا يوم القيامة، ماذا يصنع؟ إنه يعرق عرقا شديدا، هل يعوض هذا العرق بشرب الماء يوم القيامة؟ لا والله، لا يعوض بشرب ماء، وإنما يسيل العرق من الإنسان حتى يسيخ فيما يقف عليه في الموقف، حتى يبلغ فيغطي قدميه أو ركبتيه أو يغطي حقويه أو يغطي منكبيه أو يلجم فمه عرقه أو يغطي رأسه، يغرق في عرقه يوم القيامة. وبحسب ما بذل الإنسان، بحسب ما تقرب إلى الله، جوع نفسه وعطشها، يرحمه الله يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة. إذا طال عليك اليوم، إذا شق عليك الصيام، فتذكر طول القيام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. هل تتخيلوا أن يوم القيامة الناس من طول الموقف ومن شدته ومن رعبهم يقول بعضهم: يا ربي اصرفنا من هذا الموقف، يا ربي اصرفنا ولو إلى النار. نسأل الله العفو والعافية. لا يعرفون ما في النار من شدة وعذاب، من خزي ومهانة، لا يعرفون، فيقولون: يا رب اصرفنا ولو إلى النار، من طول الموقف يوم القيامة. أهل النار يعذبون، يصرخون، بل صراخهم كعواء الكلاب. وجاء في حديث للنبي صلوات الله وسلامه عليه أنه أتاه ملكان وهو نائم صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ بضبعيه، بيديه عليه الصلاة والسلام، بذراعيه، أتيا به جبلا عظيما وأعرى، فقال له: ارقى اصعد. قال: لا أطيق. قال: إنا سنسهله علي. ورفعاه فوق هذا الجبل حتى يرى وحتى يسمع. ما الذي سمعه وما الذي رأى؟ سمع صراخا شديدا
فتعجب ما هذا؟ قالوا هذا عواء أهل النار، عواء صراخ يصرخون وصوتهم أشبه بأصوات الذئاب إذا عوت، بأصوات الكلاب إذا نبحت، هذا صراخ أهل النار. ثم أخذاه إلى مكان لينظر، فنظر، ما الذي رآه؟ رأى أناسا معلقين بأعقابهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، معلقين كالذبيح، من عراقيبهم، من أقدامهم معلقين، تسيل أشداقهم دما، تشققت أشداقهم. سأل ما هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون في نهار رمضان لا يهتمون، هذا حالهم، يعلقون منكسين، كما أنهم انتكسوا في الدنيا، كما أنهم انقلبوا على شرع الله سبحانه، كما أنهم تركوا الصيام فأفطروا وتبجحوا، هذا حالهم. المؤمن يصوم ويمر عليه الأيام، فإذا به من طول الصيام وشدة العطش إذا به تتشقق أشداقه في الدنيا، فيكون له الري الكامل يوم القيامة فلا يعطش. يدخل الصائمون الجنة من باب الريان، أبواب الجنة ثمانية، أحدها باب الريان للصائمين، لا يدخل منه سوى الصائمون. يدخل الصائمون يشربون شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، صوموا لله، فإن الصيام لا مثل له، من أعظم العبادات أجرا عند الله سبحانه، بل قد يكون أعظمها أجرا. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله يجزي جزاء من عنده يليق به سبحانه على صومك، لأنك أنت أمين على نفسك، ائتمنك الله على وضوئك، فإذا جئت فصليت يرى الناس صلاتك ولكن لا يرون وضوءك، فأنت مؤتمن على الوضوء، هذه أمانة بينك وبين الله سبحانه. كذلك ائتمنك الله على صومك، تقول أنا صائم ولكن لا أحد يدري هل أكلت أم لا، الذي يعلم هو الله سبحانه. فأحسن الصيام، صوموا عن الطعام، صوموا عن الشراب، صوموا عن الشهوة، صوموا عن اللغو، عن الرفث، عن الفحش، عن الأذى، عن الضرر، صوموا عن الظلم، صوموا عن كل ما يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى، فالصوم لله والله يجزي به. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من كل المسلمين صيامهم وقيامهم، وأن يعينهم على طاعته سبحانه ويجنبهم معصيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا الصوم العظيم الذي فرضه الله سبحانه تبارك وتعالى يحدثنا عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه، كما روى الإمام أحمد في مسنده وغيره عن معاذ يقول: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. الصلاة أحيلت ثلاثة أحوال، حالة وحالة حتى انتهى إلى ما هي عليه الآن. ونختصر هذا الحديث الطويل الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله
وفيه أحوال الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكان يصلي لما قدم المدينة إلى بيت المقدس 17 شهرا يصلي إلى هذه القبلة إلى بيت المقدس، وكان ينظر إلى السماء ويتمنى من الله سبحانه أن يحوله إلى الكعبة، فإنه كان هناك يتوجه إلى الكعبة من الزاوية التي يتوجه بها إلى بيت المقدس، فكان يستقبل الاثنين هنالك. فأحب لما هاجر المدينة أن يتوجه إلى الكعبة، فتركه الله عز وجل 17 شهرا، ثم جاء الفضل من الله سبحانه تبارك وتعالى وأنزل عليه: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فوجه إلى الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. هذا حاله. وحال آخر: كانوا يتحينون وقت الصلاة فيجتمعون، يؤذن بعضهم بعضا، يخبر بعضهم بعضا الصلاة قد حانت فيذهبون للصلاة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يجتمعوا على شيء، فإذا بهم يتشاورون: كيف نجتمع إذا أردنا الصلاة؟ فبعضهم قالوا: نوقد نارا، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قالوا: ننفخ في شبور في بوق حتى يجتمع الناس، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: الناقوس، نضرب جرس حتى ننبه الناس على الصلاة، فكره ذلك وانفضوا. وذهب رجل من الصحابة إلى بيته وقد أرقه ذلك وأهمه، فرأى في منامه الأذان الذي تؤذنونه الآن، فذهب فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذه رؤيا حق إن شاء الله. وأمره أن يلقي الأذان على بلال، فأذن بلال، فكان الحال الثاني: اجتمع الناس للصلاة على الأذان، يؤذن بلال ويجتمع الناس للصلاة. وكان أحدهم إذا جاء متأخرا إلى الصلاة يسأل المصلين: كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيشيرون إليه ركعة، يشيرون إليه ركعتين، ثلاث ركعات، فإذا به يصلي هذا الذي فاته، ثم يدخل في الصف. حتى جاء معاذ يوما فقال: والله لا أجد النبي صلى الله عليه وسلم على حالة إلا وافقته عليها، لا أخالف النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء معاذ فوجد النبي صلى الله عليه وسلم سبقه بركعات، فدخل في الصف. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قام معاذ فقضى ما فاته، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: قد سن لكم معاذ سنة فاتبعوه، يعني إذا جئتم وكان الإمام قد سبقكم بركعات فادخلوا معه فيما هو فيه، وتكون هذه أول صلاتكم، فإذا انتهى الإمام قمتم فصليتم ما بقي عليكم. هذه ثلاثة أحوال للصلاة وثلاثة أحوال للصيام. حال أول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فمكث العام الأول والعام الثاني يصوم لله سبحانه تبارك وتعالى نوافل، في كل شهر يصوم معه المسلمون ثلاثة أيام، وفي العام الثاني في أوله أمروا بصوم عاشوراء، ثم قويل رمضان فرض الله عز وجل عليهم الزكاة وفرض عليهم الصيام، هذا في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما صاموا صاموا ثلاثة أيام من كل شهر، فكانت نافلة وبقيت نافلة، يستحب للمؤمن أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها أنها تذهب وحر الصدر، وحر الصدر أي غل الصدر، حقد وحسد الصدر يذهبه أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. هذا كان حال للصيام. ثم فرض رمضان فكان الحال الثاني، ولكن فرضه كان على التخيير، إن شاء أحدهم صام وكان الصوم صوما طويلا، قد يصوم أحدهم من أول العشاء
حتى غروب الشمس في اليوم التالي، فكان صوما طويلا. وكان أحدهم إذا نام في وقت الإفطار لم يجز له أن يأكل بعد ذلك، فشق ذلك عليهم حتى غشي على أحدهم وهو صرمة بن قيس في قصة له، وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكان الصيام في الأول صوما طويلا، وكان على التخيير، إذا أراد أن يصوم صام، وإلا أفطر وأطعم مسكينا مكانه، ثم نسخ ذلك وبقي أمر الصيام أن تصوم من طلوع الفجر الصادق حتى تغرب الشمس، هذا الذي استقر. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تزال بخير ما عجلوا الإفطار، وقال للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. على المؤمن أن يجتهد أن يكون صومه مقبولا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. لذلك أحسنوا في صيامكم، صوموا لله عز وجل كما يحب الله سبحانه تبارك وتعالى. إياكم والصخب، إياكم والضديد، إياكم والاقتتال والاستجار، إياكم والفتن، احذروا من الفتن، احذروا أن يضيع رمضان في كلام وأخذ وعطاء، في ترهات، في مخاصمات. عودوا إلى الله سبحانه، وليكن شهر رمضان شهر رحمة على الجميع، شهر يرجع فيه الإنسان إلى ربه، إلى دينه، إلى محبته للمسلمين في كل مكان، إلى محبة الخير للخلق. أحبوا الخير للخلق، أن يكونوا على دين، أن يكونوا على إيمان، أن يحكموا شرع الله سبحانه تبارك وتعالى. أيها المسلمون، إنها أيام عصيبة التي يمر بها المؤمنون الآن في امتحان وفي اختبار، هل يكونون مع الله سبحانه تبارك وتعالى فيعودون إليه؟ هل يعلموا أن ما أصابهم هذا بقضاء الله وبقدره، وأنه بسبب من أنفسهم؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. الحل أن نرجع إلى الله سبحانه، أن نكثر الاستغفار، أن نلجأ إليه وحده حتى يكشف عن المسلمين الكروبات التي يقعون فيها. فإن الدنيا تنظر إلى هذه البلاد الإسلامية، ماذا يصنعون؟ هل يعتصمون بحبل الله جميعا؟ والكفار لا يريدون ذلك لكم، إنما يريدون أن تفترقوا شيعا، أن تتفرقوا وتبتعدوا عن دين الله سبحانه. ليكن شهر رمضان شهرا فيه مصالحة بين المسلمين مع ربهم سبحانه يرجعون إليه، مع إخوانهم يرجع بعضهم إلى بعض بالمسامحة، بالمصالحة، بالدعاء إلى الخير، بالدعوة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. أدعو الناس أن يصوم، أن يصلوا، أن يأتوا إلى بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وخير لك من حمر النعم. أدعو إلى الله سبحانه، كن داعيا، ما تعلمته من شيء فادع الناس إليه، لعل الله أن يهدي بك من يشاء من خلقه سبحانه تبارك وتعالى. وسلوا الله أن يرفع الغمة عن بلاد المسلمين، اللهم اكشف عنا الكربات، اللهم ارفع عنا الظلمات، اللهم أصلح بين المؤمنين، اللهم أصلح بين المسلمين، اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،
علينا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم عليك بالظلمة والمجرمين، اللهم عليك بأهل الشر والعناد، اللهم عليك بأهل الشرك والفساد، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل وقت وفي كل مكان. اللهم انصر دينك يا رب العالمين، اللهم انصر دين الإسلام في كل مكان. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.